أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طلبتنا الأعزاء، طلبة المرحلة الثانية قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة في جامعة ميسان، نستمر معكم في سلسلة محاضراتنا للمقرر الدراسي ميكانيك المواقع فلويد ميكانيكس، المحاضرة رقم 7. بناء على طلب بعض الطلبة سنحل مسائل أكثر للفصل الأول، أمثلة تمارين. فسيكون عنوان هذه المحاضرة Solve More Problems About Chapter 1، نحل مسائل أكثر. تدريس المادة دكتور صباح فالح حبيب الحمدي البطار. عندنا هنا example 1، مثال number 1. Air contained in the tank. عندنا هذا التانكي اللي شوفه عندك، بداخله عندنا air، هواء. Shown in this figure. مبين في الفجر الشكل هنا عندك اللي هو figure 1.10. Is under an absolute pressure of 60 kilopascal. الضغط المطلق الابسوليوت بريشر 60 كيلو باسكال and has a temperature of 60 degree centigrade. والهواء داخل هذا الخزان درجة حرارته 60 درجة مئوية، الظاهر بالصيف حار. Determine the mass of the air in the tank. أوجد كتلة الهواء في هذا في التانك. بالبداية أنت تجي في عصف ذهني بسيط مسألتك، إذا تريد توجد عندك تانك طبعاً عندك إير داخله مو ما تعرف، وإحنا عادة من أخذنا وشرحنا الفصل الأول قلنا نعامل الماء كفلويد، نعامله كومبرسبل أو إنكومبرسبل فلويد، يعني غير قابل للانضغاط. الإير لا، كومبرسبل فلويد قابل للانضغاط. وحكينا عن مودولاس فاكتور اللي هو معامل الحجم، بوك مادلاس سميناه معامل الحجم، وشلون قيمته نحسبه واشتقيناه، وشلون على ضوء من خلال هاي القيمة نقدر نعتبر هذا الفلويد الماء نقدر نعتبره كومبرسبل أو إنكومبرسبل. فهنا واضح عندنا الاير كما أسلفنا سابقا هو كومبرسبل كومبرسبل فلويد أو ليكويد. نجي هنا عندنا احنا الكثافه تساوي لنا الكتله على الحجم، هاي واضحه. وحي يريد من عندنا هنا يريد من عندنا الكتله، اذا يتوجب علينا حساب الكثافه. الحجم موجود عندنا، يعني عندنا تانكي عباره عن اسطوانه اللي هي مثل الاسطوانه بس هنا كانما نايمه على جانبها، بتكون مساحه القاعده اللي هي مساحه الدائره باي في نصف القطر تربيع، وهنا عندنا نصف القطر 1.5 متر متر في الطول مال الاسطوانه اللي هو مثل الارتفاع عندنا هنا اللي هو 4 متر. هاي طلعت عندنا شنية؟ طلع عندنا العفو الحجم، الحجم طلع عندنا حجم الأسطوانة. فقط عندنا الرو. الرو منين نطلعها؟ نطلعها من بي يساوي لنا رو ار تي، اللي قلنا وهذا نفس القانون العام للغازات اللي أخذتوه بمراحل سابقة طبعا من دراستكم بالإعدادية بالرابع اللي أخذتوه، اللي هو كان أنتم يسمون بي في يساوي لنا ام ار تي. انه البي الفي ينقلها للطرف الثاني ويصير ام على في، ويبدلها بمن؟ يبدلها برو باعتبار الكتله على الحجم اللي هي شنو هي؟ الكثافه. وتصير بي يساوي لنا رو ار تي. البي عندنا الضغط، والار الثابت مال الغازات، عندنا الاير الهواء ودرجه حرارته 60، عندنا التيبلات التداول تكون بالابندكس اي بنهايه الكتاب موجوده تطلع لك ايش قد الار مالته ثابت الغازات اللي هو ثابت. والتي درجة الحرارة، عندنا درجة الحرارة هذه نضيف لها المئوية نضيف لها 273 نحولها إلى درجة حرارة مطلقة، نعوض لها طلعت الرو. وعندنا الحجم هسه حسبناه طلعت الكتلة. شوف شلون نحل هذا السؤال خطوة بخطوة، شلون نحل هذا السؤال. هنا أول شيء يجينا عندنا هاي مثل ما قلنا الرو تساوي لنا ام اوفر في الكتلة على الحجم. الحجم سهل اللي هو مساحة القاعدة في الارتفاع
يبقى عندنا الكتلة شلون نحسبها؟ بقى العفو احنا نريد الكتلة، بقى عندنا الرو شلون نحسبها؟ الرو قلنا يساوي لنا بي يساوي لنا رو ار تي، اذا الرو تساوي لنا بي على ار تي. بعد احنا عندنا البي موجود والار طلع ثابت وبقت التي نضيف. اول نجي هنا التي، التي بالكلفن تساوي لنا التي بالدجري سنتيغريد زائد 273 طلعت لنا بدرجه اللي هي 333 كلفن. فروم ابندكس اي ان ذا تكست بوك، يعني كتابنا المنهجي، ذا غاز كونستانت يعني ثابت الغازات فور اير للهواء از ار يساوي لنا كذا، هذا يساوي طبعا حتى بغض النظر عن درجه حرارته وايد قيمته 286.9 جول لكل كيلوغرام مضروبه في الكلفن. طلعت هذه كنا طلعنا جينا هنا البي يساوي لنا رو ار تي، البي عندنا الضغط بس مطينا بي ايش بالكيلو نيوتن، نحول النيوتن نضربه في 10 اس 3 الرو نفسه الار هذه وعندنا التي هنا نعوضها طلعت عندنا الرو دنسيتي تساوي لنا 0.628 كيلوغرام لكل متر مكعب. لا تنسى الوحدات، الوحدات هي مال الرو هي شنو هي؟ وحده كتله على وحده حجم. هسه الان the mass of air within the tank is therefore، شلون نحسب الماس؟ نحسبها بسهوله من قانون اللي هي الكثافه تساوي لنا الكتله على الحجم والماس تساوي لنا الكثافه في الحجم. نعوض او هنا مثل ما هو معوض مباشره وبعدين نطلع الكتله. الكثافه هاي عندنا نفسها نازله هنا، الكتله عندنا وهذا الحجم وضارب ضارب ضارب هذا الثلاث قيم اللي هي الباي وال 1.5 سكوير وال 4 ضاربهم بال 0.628 وطلعت لنا النتيجه 17. تطلع لنا النتيجه 17.8 كيلو غرام اللي هي الكتله. اتصور صار واضح هذا التمرين وحله. نتحول الى المثال وحله، نتحول الى مثال رقم 2. بمثال رقم 2 طبعا هذا محليناه بالمحاضره السابقه وراح اعيده مره، المره هذه الاخيره اعيده لكم، حلي يمكن عدت ثلاث مرات هاي الرابعه راح اعيده مع ذلك. The plate in figure 118 عندك هذا الشكل هنا 118، عندك هاي البليته هنا فوق. ايش بيها هاي البليته؟ Rest on top of the thin film of water، عندك thin film هاي يعني طبقه رقيقه مال ماي وهي فوقها ثابته ساكنه. وهذا الماي كله it which is at هذا الماي الطبقة كلها at a temperature of 25 degree centigrade درجة الحرارة مالته 25 درجة مئوية. When a small force F is applied to the plate عندما نجي نطبق قوة صغيرة على هاي البليت كأنما نجرها لليمين، شلون مثل يعني شادها بحبل وجرها لليمين. The velocity profile across the thickness of the fluid can be described as the profile مال السرعة يعني توزيع السرعة شو يكون؟ يكون عندنا بهاي الصيغة ينعطى السرعة U اللي هي السرعة تساوي 40 Y اللي هو ال distance from the from the fixed surface هذا السطح الثابت distance منه Y ناقص 800 واي سكوير متر لكل سكند باعتبار وحدات سرعه. انت بهذا الشكل هنا ايش عندنا هسه؟ عندنا الاكس اكسس هنا احنا ايش مثلنا؟ يو اللي هي السرعه واللي هنا واضح شوفه وهذا البروفايل. والواي اكسس ايش مثلنا؟ الواي اللي هو شنو؟ البعد عن الفيكست سيرفيس السطح اللي هذا اللي هو الثابت اللي هو كانه مال الارض هنا. المسافه بين الفيكست سيرفيس والبليت هاي 10 ملي متر اللي بها هاي الثن فيلم اوف ووتر. وهاي عندنا السرعه ونريد نشوف هنا نشوف شنو المطلوب هنا. وير واي از المتر، طبعا الواي من هنا بالمتر، هنا معطيك اياها ملي متر نحولها ما عندنا مشكله المتر نقسمها فقط على نقسمها على 10 اس 3 اللي هي 1000. Determine the shear stress acting on the fixed surface، يريد الشير ستريس تاو اللي يأثر على هذا السطح. And on the bottom of the blade كأنما عندك فرعين وكذلك على أسفل البليت هنا. هنا كأنما عندك مطلبين. وبابا طلبتنا. المطلب الأول بابا هو شنو؟ تحسب الشير ستريس تاو هنا عندما تكون واي تساوي لنا صفر لأن هذا افترضنا واي. والثاني تحسب الشير ستريس واي عندما تكون واي قد تساوي لنا 10 ملم اللي هي 0.0
وين متى يعني قسمناها على عدة. فعندك مطلبين كأنما أيوبي الأول يطلب من عندك شير ستريس هنا والنوبي يريد من عندك شير ستريس هنا. بالمحاضرات السابقة حتى واضح عندك شير ستريس تاو شي يساوي إن ميو اللي هي الفيسكوسيتي اللي زوجه دي يو أوفر دي واي مضروب في الفيلوسيتي جراديانت. وتجي هنا عندك هذا الفيلوسيتي جراديانت هذا السوليوشن مالته. عندك اولا اول مره قبل انت هنا عندك هذا الفرع الاول وهذا الفرع الثاني احسب الدي يو اوفر دي واي اشتق الواي بالنسبه ليو دي اوفر واي اللي هو هذا البروفايل مال اليو اشتق الواي ال40 واي من اشتق ايش يصير 40 وال800 واي تربيع الواي تربيع يصير 2 واي باعتبار يجي هنا نطلع من الاس واحد هاي قوانين المشتقه اللي اخذتوها فصير 800 في 2 اللي هي 1600 واي. طبعا انا من اشتقيتها بالنسبه للواي كانما قسمتها على واي اللي هو شنو بعد واللي هي يعني كانما الدايمنشن مالته بالوحده مالت اليونت بالمتر وهاي متر تروح وين متر يبقى بس واحد على سكند فتبقى سكند باور ماينس 1 يعني السكند مرفوعه للاس ماينس 1 اللي هي معناها واحد على سكند اللي بقى عندنا اللي هو دي يو اوفر دي واي واللي احنا نسميه فيلوسيتي جراديانت اللي هو الفيلوسيتي جراديانت اللي هو يعني تغير الفيلوسيتي وهي البعد واي من السطح من السيرفيس الفيكس سيرفيس. Therefore, at the fixed surface at y equals zero. قلنا الفيكس سيرفيس عندما تكون y zero كما قلنا في المثال السابق نانا بهذا المثال بالمثال بالرسم وضحناها التاو يساوي لنا ميو دي يو اوفر دي واي عندما y surface. الميو عندنا هاي سهلة منين نجيبها الميو؟ عندنا السائل اللي هو ووتر وعندنا وي الووتر هذا عندنا درجة الحرارة وبنهاية الكتاب موجود عندنا الابيندكس اي ينطينا الميو مالته اللي هي الثابتة هاي طلعناها ضربناها بمن 40 ناقص 1600 في 0 0 يعني بس 40 نضربها تطلع عندنا التاو تطلع عندنا التاو بوحدات نيوتن لكل متر نيوتن لكل متر تربيع هاي زايدة خطوة زايدة تسويها أو ما تسويها إنه بما إنه نيوتن لكل متر هو باسكال وعشرة أس سالب ثلاثة باعتبارها ملي إحنا نحول من الحول فيعتبرها ملي باسكال هسه بعد عندنا الفرع الثاني اللي هو at the bottom read tau اللي هو shear stress نحسبه at the bottom of the moving plate عند أسفل الموضوعات يعني عندما تكون إيجاد عندنا قلنا 10 مليمتر اللي هي 0.01 متر نفس نطبق نفس البروسيجر فقط نعوض بمكان واي يساوي لنا صفر واي يساوي لنا 0.01 متر طبقنا نفس البروسيجر عوضنا طلعت عندنا النتيجة تاو 21.5 في 10 أس سالب 3 نيوتن لكل متر تربيع واللي هي نفسها 21.5 ملي باسكال نجي الى المثال الثالث example 3 هذا ماخذينه من مصدر اسمه وايت اخذت هذا الاكزامبل هنا عندنا بهذا الاكزامبل راح اقرا لكم شوف شلون عندنا ان اويل فيل عندنا طبقه مال اويل اللي هو يعني زيت اوف فيسكوسيتي اند ثيكنس لاي بتوين ا سولد وول اند سيركولر ديسك الأويل أوف فيسكوسيتي يعني لها فت لزوجة معينة والثيكنس مالتها الثيكنس مال هذه وين بتوين ا سولد وول اللي هو هذا سولد وول فيكست وول هذا السولد جوا اند سيركلر ديسك وعندنا هنا ديسك دائري هاي كأنما هذا منظر أمامي لها أو جانبي هذا جاي يشوف ومن هنا قدامك مسوي لك منظر فوق طبعا هذا الرسم ما راح يعطيك اياه بالسؤال انت ترسمه لذلك انا مخليه وي الحل جزء من الحل يعني شوفه ما يعطيك اياه بس يحكي لك يشرح لك وانت تعرف تتخيلها وكذا سير as in figure below بهذا الشكل تشوفه هنا the disk is rotate steadily هذا الديسك يفتر بانتظام يعني بصوره مستقره منتظمه at angular velocity اوميجا الانجلر فيزوتي مالته اوميجا هاي الانجلر يعني كانما شلون نقول احنا التعجيل الانجلر اكسلريشن مالته يونيفورم ثابت كونستانت او يونيفورم مستقر يعني ما بيتغير
التعديل ثابت ما يتغير. Noting that both velocity and shear stress vary with radius. نعرف انه احنا كل من السرعة velocity and shear stress واجهاد القرص vary with radius اكيد يعتمدون على القطر لان اخذنا قوانين وعرفنا شلون يعني velocity gradient يعتمد velocity profile يعتمد على القطر هذا اللي جاي يتغير هنا وكذلك shear stress باعتبار هو دال اصلا لل velocity gradient. فهنا عندك drive a formula for the torque m اشتقلنا معادلة أو صيغة رياضية لمن للتورك M تورك required to rotate the disk اللي مطلوب لدوران الديسك هذا الخلاص نقلت الاير دراج الكبح بسبب الهواء أحذ انهمني بالحل أول شيء تيجي ترسمه طبعا رسم بسيط عندك هنا هذا فيكس وول وعندك هنا هذا الديسك هاي الثين مالتو اويل فيلم ثيكنس اتش من خلال بس تخلص السؤال تفتهمه وعندك هنا هذا روتيت كابيتال اوميجا ايسر عمالته وهاي عندك الار منها يتغير لحد ما يوصل هنا ار يساوي لنا ار كابيتال اللي هو من تجي له منظر فوقي من فوق كانما تلقى هذه هنا عندك السنتر كانما هنا وهذا القرص اللي هو هذا 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 اللي هو هذا هنا في مقطع معين وهذا القرص كله هنا كله اللي هو ار يساوي النار وهنا ويريد هنا الدي ام اللي هي الدي ام قلنا شلون نحسبها الدي ام اولا هو التورك شنو هو التورك عباره عن القوه في نصف القطر الفورس في نصف القطر وبما ان هنا احنا عندنا دي ام لان يتغير ويلا دي ام شو يساوي لنا دي اف في ار والدي اف هي شنو هي تاو اللي عندنا تاو على في دي اي ليش لان عندنا تاو يساوي لنا القوه على المساحه فهي تاو دي اي وعندنا الدي اي هنا شنو يساوي لنا الاي مال الدائره هي هذا القرص دائري باي ار سكوير الدي اي بس اشتقها اللي يساوي لنا نزل الاثنين جوا يصير 2 باي ار دي ار واضح انتهينا منه هسه نجي هنا نشوف الحل شلون صار ويا هذا التوضيح الرسم نجي الحل هنا عندك اول شيء انت عندك التورك اللي هو ام التورك احنا قلنا هو قوه في ار التاو نت تحسبه ميو دي يو اوفر دي واي دات عندك اليو شلون تحسبها الانجلر فيلوسيتي تضربها بمن تضربها بالقطر بالار الاي مثل ما قلت لك باي ار سكوير تجي بس تشتغل 2 باي ار تي ار واضح انتهينا من هذا نجي هنا اول ما نجي نحسب التاو التاو ميو دي يو اوفر دي واي اللي هو ميو اوميجا ار على اتش اجي هنا انه مش عندنا دي ام الدي ام عندي الدي ام شو يساوي لنا؟ قلنا تاو دي اي اللي هي القوه اف اف هاي تاو كانما في ار اجي اعوض التاو هاي التاو طبعا التاو انا قلت لك قوه على مساحه اعوض التاو هاي التاو جبت عوضتها هنا المساحه هاي انا هم هنا عوضتها واضحه؟ واضربها في ار اجي ارتبهن رتبتهن هيجي اكامل الطرفين الهاي الام من صفور لحد ام وهاي من صفر لحد ار كابيتال يعني من ارجع هنا منين من صفر لحد ار والام من صفر لحد ام معين لحد ار يعني الحدود مال التكامل اللي اعتمد عليه كاملت هاي تعرف ار الار نضيف له واحد نقسم على الجديد يعني باعتبار التكامل عندك وهذا بس نعوض الام دي ام ام مالته كان مثل دي اكس اكس اتعوض قبل وبعدين تطلع لك الام باي اوميجا ميو ار الاس 4 على 2 اتش واضح السؤال ما يحتاج ذا شيء طبقه بيدك وما عندك اي مشكله به المفروض سهل نجي الى هذا السوليوشن من المحاضرات مالتي القديمه اللي كنت مرتبه كانما وهو التاو يساوي لنا ميو دي يو اوفر دي ار ونفس الشيء ميو نفس الحال بالضبط و والدي ام يساوي لنا تاو دي اي في ار وبس نعوض نفس الشيء ونكامل ويطلع عندنا نفس الجواب. Example 4 المثال رقم 4 يقول عندك هنا if a force of B يساوي لنا 2 نيوتن عندنا قوه قيمتها 2 نيوتن هاي
causes the 30 millimeter diameter shift. هنا أنا هذا الشكل الرسم يعطيك يا وي السؤال، بخلي وي السؤال وي الإكزامبل، أنا ما بخلي وي السوليوشن. If a force of B equal to newton، قوة 2 نيوتن causes the 30 millimeter diameter shaft to slide along the lubricated bearing with a constant speed of 0.5 meter per second. السبب لنا هذا الشفت اللي قطره 30 مليمتر يعني 0.03 متر سلايد يعني ينزلق يمين ويسار، ينزلق يمين او هنا يمين لان سرعة باتجاه القوة باتجاه اليمين، بطول هذا الشق اللي هو الدائر الموجود هنا على شكل اسطواني مال لبريكيتد بيرنينج، يعني بيرنينج تعرفون بولبرين، واللبريكيتد يعني اللي هو الزيت مال البولبرين كانما ينزلق به، with a constant speed of 0.5 متر بير سكند، والسرعه مالته ثابته وقيمتها نص متر لكل سكند. Determine the viscosity of the lubricated، يريد اللزوجة مال هذا اللبريكيت مال التزييت هذا السائل اللبريكيتد فلويد يعني ماء التزييت. And the constant speed of the shift when B equal to 8. النوب لا نغيرنا القوة سويناها 8 هذا المطلب الثاني. والريد بعدين تعرف انت من حسبت في البداية الفيسكوسيتي راح تبقى نفسها ثابتة. الريد هنا غيرنا القوة زيدناها صارت مو 2 8 الريد هسه تحسب لنا الكونستانت فيلوسيتي لان اختفت ما راح تصير 0.5. Assume the lubricated is a Newtonian fluid. تعرف انت اللي عندنا اخذنا نوعين من المواعك ونيوتينيان وغير نيوتينيان، وقلنا النيوتينيان هو شو يكون الفيلوسيتي بروفايل التوزيع مالته يكون لينير خطي مو يكون على شكل كيرف وكذا، ولذلك ربطه هنا on the velocity profile between the shift and the bearing is linear خطي. شوف the gap between the bearing and the shift is 1 millimeter. بين هذا البيرنينج، البيرنينج يعني اللي شلون نقول احنا هنا بولبرين كانما مال شيء، والشفت ايش قد الجاب 1 مليمتر اللي هو 0.001 متر. نجي هنا للحل مالتنا، طبعا مثل ما تحبون انتم تحبون طريقه باليد شلون احلها باليد بورقه سويتها لكم مع العلم يعني شوي مو مرتبه مو مثل المعادلات بندرجها بمعادله وكذا، بس مع ذلك ما عنده مشكله هاي طريقه باليد. اول شيء سينس ذا فيلوسيتي ديستريبيوشن از لينير، بما انه هو نيوتينيان فلويد توزيع السرعة هو شنو linear. The velocity gradient du over dy will be constant. توزيع السرعة ما راح تكون لها بس فد بروفايل معين مثل من ساعة بالمثلة السابقة، لا راح تكون ثابتة du over dy. نجي هنا عندنا هو شيء من عندنا ميو، احنا عندنا هنا اولا عندنا التاو يساوي لنا ميو du over dy. انتهينا من عندنا التاو هو شيء يساوي لنا مساحة، قلنا القوة على المساحة، المساحة السطحية مال الكل هذا اللي برقيت كل يعني مال مال هذا يعني شلون نقول احنا المساحه السطحيه مال هذا الشفت كلها اللي داخل البريكيت فقط داخل البريكيت يعني داخل هذا البوربرن البيرنج اللي تشوفه هنا أنا واضحه تجي هنا يعني هاي المساحه اقصد بها شوف هاي طالع لها هاي اقصد بها هذا راح كانما اني هذا السكشن راح اقطعه واخذ هنا بالرسم يبدا هنا يساوي لنا ميو دي اوفر دي 1. اول شيء عندنا اول مطلب اللي هو انه يريد ميو وعندنا القوه 2 هاي ثنين. المساحه هاي شلون احسبها عندنا؟ تعرف انت هنا هاي مساحه محيط مال محيط الدائره اللي هو 2 باي ار وهنا في الطول اللي هو ار هاي تطلع المساحه الكليه هاي نجي هنا 2 باي الار قلنا ايش قلنا القطر كله الدايمتر بالمثال سابقا هو قلنا ايش قد 30 مليمتر القطر نص القطر 15 مليمتر نحولها الى متر تصير 0.015 متر. بعد ايه طول الاسطوانه 50 مليمتر نقسمها على الف حتى تتحول المتر تصير 0.05 متر تساوي لنا ميو في هاي الميو تين معناته السرعه الكونستانت فيلوسيتي 0.5 متر بير سكند هاي عندنا هنا
واللي هي نفسها موجودة هنا، والتقسيم الواي اللي هو هذا اللي هنا عندنا اللي يقول الجاب الفراغ الجاب between the bearing بين البيرنج and the shaft والشفت اللي هو قد 1 ملم. 1 ملم معناها 1/1000 واللي هي 1 بالألف. هذه بس تعوض عوضت تختصر ترتب منها تطلع لك الميو لاجد تطلع لك 0.8498 نيوتن سكند لكل متر. هذا انتهى الجواب مال هذا الفرع الأول. هسه الفرع الثاني لا، القوة هاي غيرتها سويتها 8، ايش راح يصير والميو راح تبقى ثابتة لأن الميو ما تأثر بالقوة ما لها غرض ثابتة لأن اللجوجة هي property of the fluid يعني خاصية من خواص المائع ما لها غرض بالقوة زادت أو كذا. بس يريد من عندنا هنا السرعة فراح نغير هاي ونحسب السرعة هنا نجي هنا تاو يساوي ميو دي يو اوفر واي نفس الشيء بي 2 باي نفس الشيء المساحة السطحية 2 باي ار ال ميو يو اوفر تي هذا الثيكنس اللي نعطيته تي دير بالك لا تميزه من التايم الزمن هنا 8 على تعوض نفس الشيء يساوي ان هاي الميو وهاي اليو تقسيم 0.001 هاي هنا ما واضحه 0.001 عوضت بس ترتب اختصارات ضرب تحويل للطرف الثاني يطلع لك اليو تساوي ان السرعه 2 متر لكل سكند. الصور واضحه ونتحول الى المثال الخامس. المثال الخامس يقول لك هنا خاص بالسيرفيس تنشن والكابيلاريتي يعني الشد السطحي اللي شرحناها سابقا المحاضره والاسبوع الماضي والخاصيه الشعريه. وهذا محليت المثال مرتين وهي ثالث مره راح احله مع ذلك اعيد لكم. Determine the distance h يريد هاي المسافه h that a column of mercury عندك هذا عمود مال زئبق in the tube وبهذا التيوب بالتيوب وش بي will be depressed راح ينخفض ليش when the tube is inserted into ليش ينخفض عندما the tube عندما التيوب هذا is inserted into the mercury عندما تغطس وين في هذا المركر بهذا الوعاء الكبير at a room temperature of 68 degree Fahrenheit عند روم تمبرتشر بهذا الوعاء وتكون درجة حرارة 68 درجة فهرنهايت سيت دي يكون 0.12 افترض دي الدايمتر القطر مال التيوب يساوي 0.12 العفو انش بالانش يعني نصف القطر 0.06 انش. نجي هنا أنا هذا الرسم راح يجيك بالسؤال يعطيك اياه لانه هو موجود ضمن السؤال. هسه بدا هنا ويا السؤال نجي السوليوشن. اول شيء هو شو يريد من عندك؟ يريد من عندك الديستنت اللي هي اتش يريد من عندك اتش هذه اللي انت نريد نحسبها هنا الاتش واضح عندك بالمحاضره القوانين اللي اعطيتك اياها قلت لك العلاقه بين الاتش والسيلف ستيشن هذه العلاقه هنا والعلاقه مالت الاتش يساوي له 2 سيجما اللي هو سيلف ستيشن كوساين ثيتا في اللي هي الزاويه طبعا هاي الزاويه منين من التيوب من الواي اكسس هنا معطيك اياها بالعكس فانت ايش تسوي 180 تطرحها من الزاويه الثيتا اللي عندك تقسيم رو اللي هي الكثافه مضروبه في جي تعجيل الارضي في ار نجي هنا وحده نجي اول شيء انا احتاج شنو احتاج حتى احله بالقانون احتاج الرو واحتاج سيرف ستيشن ما عندي عندك تيبل اي عندك فروم ذا تيبل تيبل عندك جدول وين ان ابيندكس اي ابيندكس اي اوف ذا تكست بوكس بوك سوري بالكتاب مال المنهجي فور ميركوري للبوك 68 بهاي درجه الحراره اللي هي 68 درجه فهرنهايت تطلع عندك الرو تساوي لنا 26.3 سلاج لكل فوت سكوير كيوبك سوري والسيرفيس تنشن يطلع لنا 31.9 × 10³ باوند لكل فوت. هذا تستخدمه انت تجي تطبق هذا القانون هنا 2 سيجما كوساين ثيتا رو جي ار اول شيء 2 سيجما نفسها تنزل كوساين قلنا هنا
180 احنا نريد هاي الزاوية، شوفها هاي الزاوية، هو منطيك هاي الزاوية فتجي 180 ناقص 50 واللي هي هاي الزاوية. هاي الزاوية ساوينا 180 الزاوية الكلية ناقص 50 هاي الزاوية. كوساين تقسيم الرو هذا في اللي طلعناها الجي تعجيل الارضي اكسلريشن اوف جرافيت ثابته، الار قلت لك 12 انش يعني 0.06 انش. هنا الوحدات اللي عندنا فوق كلها فوت، كلها بالفوت، ما عندنا يعني الوحدات مال مثلا الرو والسيجما بالفوت يعني باوند لك فوت، ما عندنا انش، فلازم نحول الفوت الى الانش الى فوت. كل 12 كل واحد فوت يساوي لنا 12 انش، هنا الانج راح يختصر والانج يبقى عندنا بس فوت، نحسبها يطلع لنا هذه النتيجه اللي هي تطلع لنا بالفوت. اذا نريد نحولها للانج نضربها بالعكس في 12 على 1 فوت تطلع لنا بالانج، بس الناتج الكلي هنا يطلع لنا بالانج. النيجاتيف ساين شنو معناها؟ الاشاره السالبه انديكيت تشير الى ان ذات ديبريشن اكور، يعني شو يصير؟ انخفاض بالضغط. Assignment يعني الهوموركات مالتك، الواجبات او الفروض will be posted on Moodle، راح انزل لك اياها على المودل. واتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واتمنى تكون محاضره واضحه، اخروها وحلوا الامثله بديكم، والسلام عليكم، والسلام في امان الله وحفظه.